الأستاذ في النقطة هذه، هما كيف يمشيوا يكتشفوا أنهم دخلوا في شبكة ولا يمشيوا ولا من الأول عارفين منظمين أمورهم؟ في أنكيت قمت بها أنا شخصيا في سنة 2016 تتحدث عن أنه 68% من هؤلاء الفتيات هن يعرفنا أنه ماشيين للشيء هذا. يكونوا واضحين. إذا 68%. إذا أنا على حسب باش نعلق شوية على التقرير العيني. ما عادش اتجاه مجهول. إذا نعمل أناليز دو كونتينيو تحليل الاتياغ اللي تعدى ولا الأنكيت اللي عديت. ثم أربعة اللي موجودين تو اللي تعديوا البنات. الأربعة اللي موجودين هم من وضعية اجتماعية هشة. سا سوفوا من الفيديو اللي تعدى انه من ارضيه اجتماعيه هشه. ثم انا نعمل تحليل الخطاب براتيكمون فما اشتراك الكلهم في الديسكور نتاعهم، يقول لك انا وضعيتي تعبه، نعيش في ميزيريا، حبيت نمشي نحسن وضعيتي، حبيت نمشي نحسن وضعيه عائلتي. ثم اللي قالت انه ارسمت احلام ورديه حتى ولد حومتي حبيت نعاونهم وبنات حومتي. اللي سائل انا يسر مع كامل احتراماتي انه اللي مشاو لهنا نحكيو على 81% هما دون المستوى التعليمي. سامحني ما عندكش مستوى تعليمي، ما عندكش الحد الأدنى من مستوى التأهيل المهني. أنا مش نسأل هناك كيستيون أوراتوار، سؤال استنكاري، شنو مش مستخدم غادي؟ غيزون دو بلوس معاذ يمشي في بالهم اللي هما ماشيين باش يقوموا بمساعدة، يعني كيما اللي كيما موجوده يعني في الروبورتاج وكل. بربي ساعه قبل ما نبدا نحب نحيي برشا ياسين لاكود على الخدمه الجباره اللي قاعد يخدم فيها. الفتاه اللي تحكي قالت هي مشيت تخدم باش تعاون رجل مسلم، يعني هي نحن حتى في ايد سوانيون والا باش تنظف، يعني باش تكون تخدم معينه منزليه. نتصور هذا ما يستحقش يعني مستوى تعليمي معين، يعني هي يمشي في بالها اللي هي مشيت تمشي تعمل في طرطفه. سامحني غفران، انك نقول مستوى التعليمي، نقول انك عندك الحد الادنى من الوعي باش انك حتى تقرا كونترا نتاعك بين يديك. اذا هنا نتحدث انه هي تعرف، خلينا نحكي بالدرجه انا نعرف لي موان دو بور نتاعي، نعرف ما عنديش شهاده جامعيه ولا اكاديميه ولا ما عنديش صنعه في يدي مزيانه، ماشي غادي يبعثوا لي كونترا مثال ب 6000 ولا ب 7000 ريال. شنو؟ في مقابل شنو؟ راهو محليه مارسيل موس عنده كتاب لي سي سور لو دون، يتحدث على لو دون اي لو كونتر دون. انا كي جاني كونترا نعرف روح شنو باش نعطي مقابل شنو انا نعقدوا فيه الامور. والله جوست معاذ صديقي، انت تعرفني قداش نحبك ولكن ما نتقطعش معاك لهنا، يعني ما غير ما نحملوا الناس فوق مسؤوليه.